السلام عليكم متابعينا الاعزاء في كل مكان، اهلا بكم في البلاد. لو انت جديد في القناه لا تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بكل جديد. واثنين، اعمل لايك وشير للفيديو ده. خلاص كلنا عارفين ان شركه الكره في النادي الاهلي تسلمت زمام الامور وبقت مسؤوله عن كل حاجه تخص الكره في النادي الاهلي في الفتره الحاليه منذ بدايه الشهر الحالي. حاليا النادي الاهلي عايز مجموعه من الصفقات ومجموعه من التدعيمات في صفوفه في الفتره الجايه، ومحتاج ان هو يدعم صفقات سوبر الفتره الجايه، وان هو يعمل عمليه احلال وتجديد داخل النادي الاهلي في الوقت الحالي، لان طبعا شايفين لعيبه كتير داخل النادي الاهلي ما بتقدمش المردود المطلوب منها، وفي لعيبه زي الموظفين في النادي الاهلي عماله بتروح وتيجي، رايح فين رايح التدريب وجاي منين جاي من التدريب، وما بتقدمش اي مستوى، ولما النادي الاهلي بيحتاج لهم ما بيبقوش موجودين او ما بيقدموش المستوى المطلوب منهم. فبالتالي هيكون رحيلهم عن النادي الاهلي فتره الانتقالات الصيفيه الحاليه هو الحل الوحيد. بدأ يظهر كلام من داخل النادي الأهلي إن ياسين منصور وعد بصفقة ومهاجم من دوريات أوروبا، مهاجم قوي في الفترة الجاية، هو يبقى أول حاجة أو أول صفقة يتم إبرامها تحت اسم شركة الكرة في النادي الأهلي. وإن طبعا عارفين إن ريكاردو سواريش كان علق قبل كده أول ما جه وقال إن النادي الأهلي بيوصل كتير للجون ولكن ما بيسجلش وعنده مشكلة في المهاجمين، وإن هو محتاج مهاجم قوي وسوبر في الفترة الجاية يقدر يعتمد عليه في المباريات ويقدر يخلص له الفرص اللي بتيجي كتير للنادي الاهلي دي. وحاليا بيتم البحث وبيدوروا على مهاجم قوي اللي ضمه في النادي الاهلي في الفتره الجايه، ولكن ياسين منصور هيدعم كل الدعم الكامل عشان نجيب مهاجم سوبر من دوريات اوروبا، يكون مهاجم قوي يكون قناص يقدر يخلص على طول. في بعض الكلام اللي فيه واحد حسام حسن احتمال يخرج اعاره في حال وصول في بعد وصول المهاجم الجديد ده اللي هو لسه ما تمش الاعلان عنه، هم حاليا لسه بيدوروا على مهاجم سوبر، ولكن في كلام ان ممكن حسام حسن ساعتها يخرج على سبيل الاعاره ولا حاجه علشان يبدا ياخد فرصه اكتر من الفرصه اللي ممكن ياخدها في الفتره الجايه. شايفين حسام حسن بيشتغل على نفسه كويس، والراجل بدا يديله دقائق في المباريات بتاع بدا ياخد دقائق في اخر الماتشات مع النادي الاهلي وسجل هدفين في اخر 3 مباريات، فيعني بدا يستعيد حس التهديف شوية، بدأ يرجع لمستواه شوية، بس محتاج برضه فرصة أكتر علشان يستعيد مستواه. ممكن نشوفه يبدأ بكرة أساسي في مباراة الجونة دي، بس كل ده لسه محدش عارف عنه أي حاجة. في النهاية متنساش تعمل لايك للفيديو ده وتشترك في القناة. سلام.